الحمد لله في صباح هذا اليوم يوم الأربعاء 20 من نوفمبر استقبلنا عدد من الناخبين في من أصحاب المنطقة لترشيح المرشحين في اللي ينتخبون في المجلس الاستشاري. طبعا نحن على أهبة الاستعداد لاستقبال المزيد من الناخبين في الفترة المسائية وخلال 3 أيام القادمة. نهيب بجميع مواطني المنطقة بالقدوم إلى بلدية منطقة المدام، وذلك من الفترة من الساعة 8 صباحا إلى 8 من 8 صباحا إلى الفترة 8 مساءً.